محمد الربع، الحمد لله على السلامة. ما الذي حصل اليوم يا طويل العمر؟ الولد حمادة، الله يهدي الولد حمادة، قصف الشوكة ويحيى محمد، يا محمد عبد الله، فتح جمعية كنعان. كنعان قال يحرر فلسطين، جاي يحرر الشوكة حقي، بيشوف المرت أغلى شوكة وكيف لا ما جاي يحررنا. هذا قصف له أنا، وكسروا لي الغرفة. شوف الغرفة، شوف الغرفة، دخلت من الشبة كلها عرض الجدار إلى هنا. لو طرحت في راسي يا حمادة، لو طرحت في راسي، ما في راسي جبل الصماع، شوف راسي صماع أو زنجبار تنظيم القاعدة بين الشعر. ما بد لاحقني أنا، ما مسوي بقى. أنا بدي كلمة، ليش تقابلني برزا؟ أنا لا بعض ما دخل، بعض الرزا، بعض من القذائف اللي دخل. ما قلت له أنا بدي كلمة وأنت بترد على الشعب من هذا. هذا انت داري يا حماده اني من قيمه الشعب، من قوته صرتوا تشتروا سلع. هذا تحاربوا بها خارج، مش تحاربوا بها الشعب اليمني. قال لك التغيير وانت مدور وانت مدري ايش، راح وانت ما بيش فرق. ابوك كان يقتل الناس ويفعل حداد، ما انت بتقتلهم، ما عم بتفعلش علينا حداد ولا تعازي ولا حاجه. حماده يا حماده، عاد الجند اذا هنطلع يقول هذا لا بلشتي. محمد الربع انا احبه من قلبي. محمد الربع يصلي في الليل، يصلي يتهجد في صلاة التراويح والاستسقاء. جندي ما غريم إلا أنت يا جندي. أنا أشد بن كيمون الليلة يصلح الطياق والشبابيك والقمرية. أحمد علي قسماً، قسماً لو ما تجي تصبن المفرشة تغسله، غسله وكوي. المفرشة كان جديد جداً، ومعي شهود وإثبات على ذلك. ما دخل المفرشة، هل كان مقرر بها؟ هل كان المداكي والوسائد كان مشي تبع الشرعية؟ ما دخل يعني هذا التلفزيون كسرته؟ هل كانوا في زنجبار؟ هل من تنظيم القاعدة؟ مكتوب نوكيا مشو، ما أدري أي سامسونج مشو، مكتوب أسامة بن لادن في التلفزيون. على من؟ صدقني يا عم حمادة، إحنا خرجنا والله لا نسكت ولا نغطي على ألسنتنا ولا تقدر تسوي علينا حاجة. سوف نقول كلمة الحق، أعجبكم عجبكم، زعلتوا ليش؟ قابلونا الحجة بالحجة، ايش تقابلوا انت ولا من هؤلاء؟ لو وقعت في راس البنت هذا، أختي الصغيرة، لو وقعت في راسه يعني ما يكفيش الطفل أنس، يعني يموتوا أبناء اليمن كلها من أجل ابن الرئيس يحكم؟ من عاد تحكم؟ تبقى حارس مقبرة، لأنه قد الشعب قد مات كله. أنت يوظفك حارس مقبرة مش رئيس. إيش الشعب؟ إيش العدوان هذا؟ أنا أناشد الجامعة العربية الليلة تجتمع عشان المفرشة. أيوة المفرشة جديد. أحمد علي قسماً صلع المفرشة، بيجي يغسل ونظف. حمادة يلعب. ما كنا ها بزالة في جاب ترسل لنا من المحطة يا بخيل، يا رسل جديد. هذا محطة فاقدين مكسرة يا بخيل. ما والله ما نسكت، قسما بالله ما نسكت. الملايين هذا قد خرجت، انا الا واحد من هؤلاء. اذا سكتني انا ما يسكت لك الملايين هذا. الملايين تخرج ما يسكت لهم. كما ترسل الناس خرجوا، توكل على الله، ولا تقول ان الله ما يقدرش عليك يا حماده، ما يقدر. شوف ابوك داخل الجامعه، رس الله من عنده، داخل الشله، وانت ما قصدك والله ما عاد يقدرش عليك. ما لا الله قوي، وابناء اليمن هؤلاء بيقتلوهم والله، لا يحاسبكم الله عليهم. اهمش انتبه لنفسك، ما احنا ربنا يحمينا ولا متنا نموت مرفوعين الراس، مرفوعين. ما انتم اللي تموتوا من اجل كراسي، من اجل الزلط وفلوس، اما احنا نموت شهاده مرفوعين الراس. تفضل خذ حقك، والله ما تخيف انا لا هذا ولا مقاس عائلي، تي عائلي ما نخاف. صدقني ما نخاف عادي. يلا تفضل يا اختي العزيزه، هذا هديه احمد علي، جعله.